استاذ رسول الله، اهلا بكم طلاب الصف الاول الثانوي مع حل تطبيقات الفصل السادس من قصه عنتره البطل الحر. سريع لاحداث الفصل من كتابنا كتاب البرهان صفحه 247. كان لا يمر يوم بعد عوده عنتره من الوادي حين عرف بخطبه عبله الا واثار الخصام واهاج القتال بينه وبين ال عماره بن زياد. خرجت قبيله عبس لغزو طي تاركا شداد بن قراد ومجموعة من الفرسان لحماية القبيلة، ولم يخرج عنترة معهم لغزو طي مع أنه كان يتمنى ذلك، لكنه قاوم رغبته تشفيا من قومه الذين لا ينصفونهم. وقضى أيامه ولم يستطع رؤية عبلة، فبعد خطبته لم تعد تظهر على الرجال، فقد ضرب عليها الحجاب. دعا فرسان طي أهل عبس وهجموا عليهم، وأصر عنترة على موقفه الغاضب ورفض مساعدة أهل عبس، وخشي أن يكون قد اقترب من بيت عبلة فأسرع بفرسه متجها نحو ميدان المعركة، فما كاد يسير حتى لقياه شداد ودار بينهما حوار. عاتبه في شداد على عدم نصرة قومه، لكن عنترة أخبره أنه مجرد عبد لا يهم إن كان عبدا لعبس أو طي. اعترف شداد أن عنترة ابنه ليخلص القبيلة من غزو طي، واستطاع عنترة انتزاع اعتراف شداد شداد منهم. 248 واحد اجب عن الاسئله الاتيه. واحد، وراى عنترة الفرسان وهم يخرجون من الحي متجهين الى ارض طي، وكان قلبه يثور ويتحرق من القعود عن القتال، ولكنه قاوم ميله واصر على البقاء تشفيا من قومه الذين لا ينصفونه ولا يزيلون عنه وصمة الهوان. استنتج من الفقرة درسا مستفادا: قوة المرء بوجوده بين أهله، حب الوطن يحول الأشواك إلى حرير. اسأل قلبك فيما تتخير في اسأل قلبك فيما تتحير فيه. الظلم المجتمعي يهدد الانتماء للوطن. طبعا من الفقرة درس مستفاد: الظلم الاجتماعي يهدد الانتماء للوطن، أي أنه بسبب ظلم قبيلة طي ونظرتهم إلى عنترة على أنه عبد وأنه ليس إلا مجرد عبد، ده طبعا ظلم اجتماعي. ما الإضافة لعدم اعتراف شداد ببنوته لعنترة؟ ده طبعا جعل ذلك أنه يتخلى عن قومه في وقت الشدة ولا يناصرهم، وهنا الظلم الاجتماعي يهدد الانتماء للوطن. اتقطع عقد العبسيين بعد حين فصاروا يتدافعون ويتزاحمون عند فم الشعب في ذعر. استنتج دلالة قوله: وانفرط عقد العبسيين شجاعتهم وبأسهم، التفافهم حول العدو، تشتتهم وتفرق صفهم، لزم كل منهم بمكانه. طبعا انفرط عقد العبسيين ده دليل على التشتت وتفرق الأمر، يبقى اتنين هناخد رقم جيم. ثلاثة، قال شداد ابن قراد: إن الحرم توشك أن تستباح. فقهق عنترة في صوت أجش وقال: أي حرم لعبد مثلي أيها الشيخ، فهل تريد مني أن أتطوع للقتال عن ساداتي الذين لا يعرفون مكاني؟ لا شأن لعنترة بالقتال، فاذهب عني. يحاول عنترة في الحوار السابق أن يعقد صفقة مع شداد. استنتج ملامح هذه الصفقة: التطوع للدفاع والقتال مقابل المال، الدفاع عن الحرم مقابل التطوع للقتال، الحصول على حريات مقابل القتال والدفاع، ابتعد شداد عنه مقابل عدم استباحة الحرم. يبقى لا تطوع ولا للدفاع والقتال من أجل المال، ولا الدفاع عن الحرم مقابل التطوع للقتال، وطبعا الحصول على حريته مقابل القتال والدفاع عن عبس. أربعة، يبقى احنا اتنين تلاتة خدنا رقم جيم. أربعة، فصح عن طرف شبه جنون: اذهب أيها الشيخ عني، فإنك تسخر من نفسك، اذهب عني فأحق مناه وكل آلهة العرب الجوفاء، أنني لا أعرف القتال. طبعا هنا الجوفاء معناها سخرية واستهزاء بهذه الآلهة. استنتج من الفقرة موقف عن طرف من آلهة العرب: يعظمها ويحلف بها، يحتقرها ويراها تافهة، حريص على تقديسه، مؤمن بها ويقدرها، مؤمن بها وبقدراتها، طبعا يحتقرها ويراها تافهة، بدليل قوله: كل آلهة العرب، ووصفها بأنها جوفاء
أي لا تنفع ولا تضر، تافهة لا قيمة لها. يبقى أربعة هناخد رقم باء. أتمنى إن شاء الله تكون استفدت معايا. لو عجبك الفيديو إعجاب وشارك الفيديو مع زملائك، وانتظرنا في القادم إن شاء الله.